انا بدأت اسجل اهو، فان شاء الله احنا النهارده عندنا المحاضره ديت اللي هي دلوقتي الساعه 10، وفي محاضره تانية ان شاء الله الساعه 4، تعويضا عن محاضره امبارح اللي هي عن طريق السهو ما تعطيتش. النهاردة احنا بنبدأ في شابتر 8 اللي هو الجرادوالي فاريد فلو. الجرادوالي فاريد فلو يبان من الاسم بتاعه انه في تغير في الفلو، وهذا التغير هو تغير جرادوالي. طيب التغير الجرادوالي دوت هو اساسا بيصنف تبع ايه؟ التغير الجرادوالي هو بيصنف تبع النون يونيفورم فلو، لان احنا قبل كده اتعرفنا على انه في يونيفورم فلو وفي نون يونيفورم فلو. فالنون يونيفورم فلو بيتقسم الى نوعين، نوع جرادوالي فاريد فلو ونوع تاني رابيدلي فاريد فلو. فاحنا النهارده هنتكلم على الجرادوالي فاريد فلو. الرابيدلي فاريد فلو هو ده اللي احنا اتعرفنا عليه في شابتر 7 لما اتكلمنا عن الهيدروليك جامب. فالنهارده احنا اتكلمنا عن الجرادوالي فاريد فلو اللي هو العنوان بتاع شابتر 8 جي في اف، ده اختصار جرادوالي فاريد فلو جي في اف. بيحصل فين الجرادوالي فاريد فلو؟ طبعا اساسا النون يونيفورم عشان يحصل لازم يكون في اسباب لحدوثه، فهذه الاسباب زي ما تعرفنا قبل كده لما اتكلمنا عن الهيدروليك جامب، مثلا يكون في وير او يكون في جيت. فالوير او الجيت بيتسببوا في النون يونيفورم فلو، والنون يونيفورم فلو ممكن يكون جزء منه رابيدلي فاريد فلو زي الهيدروليك جامب، وجراديولي فاريد فلو اللي احنا النهارده ان شاء الله هنتناول التفاصيل بتاعته. زي ما انتم شايفين كده اهوت، سواء كان عندي وير، الوير هنا، الوير ده اللي هو زي الحائط اهو، الحائط ده اكيد لما بيعمل اوبستراكشن للفلو اللي ماشي، في فلو هنا ماشي، فالفلو بيبدا يتحرك يعلى ويبدا ينزل من فوق الوير. فالنزول من على الوير ده بيكون سريع جدا اللي هو رابيدلي فاريد فلو، اما اللي هو الصعود او الارتفاع في المناسيب في المنطقه الاماميه، دي المنطقه الاماميه بتاعه الوير، فبيبقى فيه تغير متدرج في سطح المياه. التغير ده اللي هو بيبان هنا بالشكل ده، ده اسمه جرادوالي فاريد فلو. ده بيكون تغير في سطح المياه يعني بطيء شوية وبياخد مسافة طويلة. المسافة دي أحد الكاركترستكس المهمة اللي احنا عايزين نتعلمها ازاي نحسبها. يعني بيحصل ارتفاع في المنسوب وبيحصل الكلام ده على مسافة تمتد من قدام الوير لغاية مسافة قد إيه، لغاية لما الفلو يرجع يونيفورم تاني. فهذه المسافة اللي هي اسمها Gradually Varied Flow GVF، إحنا في هذا الشابتر عايزين نعرف نحسبها بالأرقام. نفس الكلام ده ممكن يحصل لو كان عندي في جيت، زي ما انتم شايفين جيت دي هذه الجيت هي برضو عبارة عن وول، بس الوول ده ممكن يطلع وينزل ويبقى فيه مسافة تحت تسمح للفلو ان هو يتحرك. فالحركة بتاعت الفلو من اسفل البوابة دي
بتغير من الكاركترستكس اللي موجوده. فاذا كان الفلو هو باليونيفورم بتاعه ده اليونيفورم اهو، يعني ده الفلو اللي هو ماشي يونيفورم، وبعد البوابه بيرجع تاني يونيفورم، فبياخد في الحركه من اليونيفورم اللي قبل البوابه الى اليونيفورم اللي بعد البوابه بياخد مسافه طويله. المسافه دي في جزء منها اتعرفنا عليه اللي هو الهيدروليك جامب، ده الجزء ده اللي هو بتاع الهيدروليك جامب رابيدلي فاريد فلو. في جزء صغير هنا قبل الهيدروليك جامب برضو بيبقى في جرادوالي فاريد فلو، لكن الجزء الجرادوالي فاريد فلو الكبير هو اللي امام البوابه. المنطقه الاماميه دي بيحصل فيها نون يونيفورم فلو يصنف على انه جرادوالي فاريد فلو NUF، يعني نون يونيفورم فلو، والتصنيف بتاع هذا الكيرف اسمه GVF، يعني جرادوالي فاريد فلو. فاحنا في هذا الشابتر عايزين نتعلم ان احنا نتعامل مع مثل هذه المنشآت اللي هي البوابة او الوير، ونشوف الجرادوالي فاريد فلو ده نحسبه ازاي كمسافة وكمناسيب. وبعدين في نفس الوقت عند اي نقطة نبقى عارفين منسوب سطح المية قد ايه، وبيمتد لمسافة قد ايه لغاية لما يقابل اليونيفورم مرة تانية. الجرادوالي فاريد فلو ايكويشن الجرادوالي فاريد فلو ايكويشن it is required to find a relationship x as a function of y، زي ما شوفنا في السكتش اللي فات. This relation is required to relate the distance x to the height of water y. The available equations ممكن تكون gradually varied flow in terms of Froude number، دي المعادلات اللي احنا هنتكلم عليها. هيكون في عندنا المسافة x او gradually varied flow ك function of Froude number، يعني هيكون في عندنا مجموعة معادلات هيكون فيها gradually varied flow ده function في Froude number، وهيكون في عندنا gradually varied flow in terms of section and conveyance factor. دي حاجة جديدة برضو هنقولها، اللي هي ال conveyance factor والsection factor. وبعدين هنعمل simplification للgradually varied flow ده in case of wide rectangle channel. يعني الاثنين الاولانيين دول هيكونوا حاجه general لاي cross section، وبعدين هنعمل simplification في حاله الwide section. فيبقى احنا عندنا هنا ثلاث حاجات، عندنا الايكويشن هتبقى فانكشن مره في فراود نمبر، ومره في حاجه اسمها سيكشن فاكتور وكونفينس فاكتور، ومره هيكون في عندي اسامبشن هيخليني ان انا اشتغل على ريكتانجل سيكشن وكمان وايد سيكشن. طيب لو احنا جينا وعايزين نعمل ريليشن بتوين الهايتس مع الديستانس، احنا هنا هنتكلم على الانرجي ايكويشن. الانرجي ايكويشن بيظهر فيها الواي، بيظهر فيها الاعماق، بيظهر فيها المناسيب. الانرجي ايكويشن، وهتكون هنا عندنا الفكره ان احنا طالما بيظهر عندنا واي، يعني ممكن ان احنا نعمل ديريفيتيف بالنسبه لاكس. فهنا بيظهر عندي الديريفيتيف دي واي باي دي اكس، هي الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها هنا، ان احنا يبقى في عندنا حاجه اسمها دي واي باي دي اكس. الدي واي باي دي اكس دي هي الكي
بتاعه الجراديوالي فاريد فلو، لان انا الهدف بتاعي ان انا اوصل لمسافه اكس as a function of y. فهنا مثلا زي ما انتم شايفين كده، ده سكتش اهو في البوتوم بتاع التشانل، ده البوتوم بتاع التشانل اللي هو اللي نازل نزول، هنا اهو ده القاع بتاع التشانل، وهنا ده سطح الميه، وهنا ده الانرجي. دول ثلاثه اللي احنا كنا بنخليهم متوازيين مع بعض. ثلاثه دول كانوا قبل كده بارلل لبعض، بارلل لبعض لان احنا كنا بنتكلم على يونيفورم فلو. كان الاس او اللي هو الميل بتاع القاع ايكوال للاس دبليو اللي هو الميل بتاع سطح الميه ايكوال للاس اي اللي هو الميل بتاع الانرجي. الثلاثة دول كانوا بارلل لبعض في حالة اليونيفورم فلو، وكنا بنطبق معادلة مانينج. ما كانتش بتفرق معانا الاسلوب اللي احنا هنستعمله في معادلة مانينج، وكنا على طول بناخد الاسلوب بتاع القاع لان هما الثلاثة بارلل لبعض. اما احنا هنا بنتكلم على نون يونيفورم فلو، والنون يونيفورم فلو ده هو جراديوالي فاريد فلو. فاذا ما ينفعش ان انا ارجع تاني واقول ان السلوبس الثلاثه دي ايه متساوي. السلوبس الثلاثه دول مختلفين عن بعض، والاختلاف ده بيخليني انا ما اقدرش اطبق معادله مانينج ان هوت على مسافه. ما ينفعش اطبق معادله مانينج على مسافه هنا، فتطبيق معادله مانينج هنا بيكون لوكال، بيكون في نقطه او بيكون عند سيكشن معين. فلو انا خدت الديتم بتاعي في اي مكان، من الديتم ده اقدر اعرف الانرجي بتساوي زد في اول مسافه، زد وبعدين واي وبعدين في سكوير اوفر 2 جي. حد يقول لي طب احنا كنا بنهمل الزد، كنا بنهمل الزد لان احنا كنا بنتكلم على شورت ديستانس، وكانت الزد ايه نيجليكتد في الشابترز اللي فاتت. لكن هنا انا بتكلم على لونج ديستانس، لان الجراديوالي فاريد فلو هيحصل على مسافات كبيره، فالمسافات الكبيره دي ما ينفعش ان انا اهمل فيها ميل القاع، وما ينفعش ان انا اهمل فيها الزد. فهيبقى عندي الانرجي هنا عبارة عن ثلاث في عندي هنا ثلاث مسافات من الديتم، ادي الزد وبعدين ادي الواي وبعدين ادي الفي سكوير اوفر 2 جي. في هنا كمان كوريكشن اسمه الفا. الفا دي هي كوريكشن بتاع الفيلوسيتي، وده لما بيكون في عندي داتا بقدر اجيب الالفا دي. اذا ما كانش عندي داتا اعمل اسيوم ان الالفا دي بتساوي واحد. يبقى اذا من الديتم عندي في ثلاث مسافات، زد بلس واي بلس الفا في سكوير اوفر 2 جي، اي اتش ايكوال زد بلس واي بلس الفا في سكوير اوفر 2 جي. ومش هنشغل بالنا بالالفا دلوقتي لانه احنا لغايه دلوقتي ما عندناش استيميشن للالفا، ما عندناش ديتيلز لتوزيع السرعات، وبالتالي وي كان اسيوم ان الفا ايكوال تو 1. يبقى انطلاقا من هذه المعادله بتاعه الانرجي اللي هي اتش بتساوي زد بلس واي بلس الفا في سكوير اوفر 2 جي، هعمل ديريفيتيف بالنسبه للاكس، دي اتش باي دي اكس، دي زد باي دي اكس، دي واي باي دي اكس، وهعمل كمان الالفا هاخدها بره، الفي سكوير اوفر 2 جي هعمل لها ديريفيتيف مع الاكس.
المعادله دي هي معادله الانرجي، والدريفيتيف هنا كل واحد منهم هو في الحقيقه عباره عن سلوب. يعني الدي اتش باي دي اكس ده يعتبر السلوب بتاع الانرجي، الانرجي ده الاس اي، الاس اي دي هي الـ ده اللي هو الريت بتاع التغير بتاع الانرجي بالنسبه للمسافه، ده اللي هو دي اتش باي دي اكس. طيب هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاس اي. واحنا هيبقى القاعده بتاعتنا انه اي سلوب ياخد الشكل ده يبقى بوزيتيف سلوب، واي سلوب ياخد الشكل ده يبقى نيجاتيف سلوب. يبقى دي كده ده سلوب يبقى بوزيتيف، هناخد القاعده دي، وده سلوب هيبقى نيجاتيف. فاحنا هنمشي بالقاعده دي، يبقى السلوب بتاع الانرجي ده نازل بالشكل ده يبقى ماينس اس اي، يبقى دي اتش باي دي اكس دي ماينس اس اي. ليه ماينس؟ لانه السلوب ده ماشي مع القاعده بتاعه الاشارات انه هذا السلوب نيجاتيف وهذا السلوب بوزيتيف. طيب الدي زد باي دي اكس، يعني شوف كل دلوقتي كل ترم منهم ببدا اشوف ايه الفيزيكال مينينج بتاعه، الريت بتاع الزد بالنسبه للمسافه هو عباره عن ايه؟ عباره عن الميل بتاع القاع. يعني دي زد باي دي اكس هي عباره عن الاس او، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف كمان لانها ماشيه مع قاعده الاشارات النيجاتيف. الالفا هناخدها بواحد، يبقى فاضل عندنا الترم اللي هو ايه؟ فاضل عندنا الترم ده. الترم ده لما نيجي نعمل له ديريفيتيف بالنسبه للاكس فيها مشكله. ليه؟ لانه الفي دايما هي سرعه، والسرعه هي فانكشن في الاريا، والاريا اكشوالي هي فانكشن في ارتفاعات الميه. فانت لما تيجي تعمل الديريفيتيف ده بالنسبه للاكس بيكون في عندنا هنا مشكله. طيب حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله قال لك ان انت لما تيجي تعمل الديريفيتيف دي باي دي اكس بالنسبه للفي سكوير اوفر 2 جي حولها الى ديريفيتيف بالنسبه للواي مضروب في دي واي باي دي اكس. يعني كانك انت هنا هو خدت الدي واي باي دي اكس تايمز دي باي دي واي. لو انت شلت الدي واي مع الدي واي يبقى انت كانك ما عملتش حاجه، يعني كانك ضربت وقسمت في دي واي. يعني الايكويشن دي انا هضرب فوق وهقسم على دي واي، يبقى في هذه الحالة أنا ما عملتش حاجة، وأصبح الترم ده هو عبارة عن دي واي باي دي اكس تايمز دي باي دي واي للفي سكوير على 2 جي، والفي شلتها وحطيتها كيو سكوير على الاي سكوير. فالترم ده هو الترم الوحيد اللي هو احنا عايزين نعمل له شوية استنتاج رياضي. الباقي كلهم زي ما انتم شايفين كان واضح على طول الدي اتش باي دي اكس معناها ايه، الدي زد باي دي اكس معناها ايه. فاحنا هنا في الايكويشن دي لسه ما كانش ظهر عندنا ايه الا دي واي باي دي اكس واحده. فدي واي باي دي اكس دي انا كمان عايز اخلي الترم ده كمان داخل فيه دي واي باي دي اكس. فسبت الدي واي باي دي اكس شويه وخدت الترم دوت عايز اخليه يبقى فيه دي واي باي دي اكس، وابدا اخد الدي واي باي دي اكس دي كومن مشترك
واعمل سمبليفيكيشن للايكويشن. فاحنا دلوقتي يا شباب في المرحله اللي هي احنا كتبنا معادله الانرجي وبنعمل لها ديريفيتيف بالنسبه للاكس، وقفنا عند الترم اللي هو الدي باي دي اكس للفي سكوير اوفر 2 جي زي ما قلت لك، ضربت وقسمت على الدي واي وخدت الدي واي باي دي اكس بره، وبعدين عايز بقى اعمل ديريفيتيف بالنسبه للايه؟ للدي واي دي باي دي واي للكيو سكوير اوفر 2 جي في الاي سكوير. هذه ال يعني الديريفيتيف هنا بالنسبه للواي يقبل ان انا اعمل له ديريفيتيف بالنسبه للواي، لكن بالنسبه للاكس كان عندي مشكله. فالتحويل اللي انا عملته ده هيساعدني دلوقتي، بدل ما اعمل تفاضل بالنسبه للاكس هعمل تفاضل بالنسبه للواي. فالتفاضل بالنسبه للواي ممكن ليه؟ لان الكيو هي فانكشن في واي، فانكشن في واي او فانكشن في الاريا، والاريا هي فانكشن في واي. فزي ما انتم شايفين دلوقتي لما هعمل ديريفيتيف بالنسبه للواي، الكيو وال2 جي، الكيو سكوير وال2 جي بره دول كونستانت، يبقى انا بعمل ديريفيتيف بالنسبه لواحد على ايه سكوير. التفاضل بتاع واحد على ايه سكوير هو عبارة عن ماينس اتنين على A كيوب، و A كيوب خدها بره ايه في dA by dy. ده اللي هو الديريفيتيف بتاع ال Q سكوير اوفر 2 جي A سكوير. تحت زي ما انتم شايفين خدنا دول ال Q سكوير وال 2 جي بره، وعملنا الديريفيتيف بتاع ال A سكوير تحت اللي هو ماينس 2 على A كيوب دي A باي دي واي. الدي A باي دي واي، الدي A باي دي واي هي عبارة عن اريا على عمق، والاريا على العمق تدينا ايه؟ تدينا التوب ويدث. فممكن اشيل الدي A باي دي واي واحطها تي، يبقى هذه الايكويشن والاثنين راحت مع الاثنين، يبقى اذا انا اقدر اعمل سمبليفيكيشن لهذا الترم بان هو بيساوي ماينس دي واي باي دي اكس يو سكوير اوفر جي في تي على اي كيوب. كده دلوقتي هذا الترم بقى في دي واي باي دي اكس، وانا اوريدي عندي ان هو كمان دي واي باي دي اكس. وال الايكويشن دي اللي فيها كيو سكوير اوفر جي واي كيو وتي على اي كيوب، لو انتم فاكرين انه هذه الفورمولا هي عباره عن نفس الفورمولا دي، هي عباره عن الفي سكوير على جي واي اتش. يعني الترم ده هو عبارة عن فراود نمبر سكوير. يبقى احنا دلوقتي لما عملنا الدريفيتيف وصلنا للمرحلة دي، هل ممكن ان انا اقدر اشوف فراود نمبر هنا في الايكويشن؟ فراود نمبر هو عبارة عن الفي على روت جي واي اتش، ولو خدت فراود نمبر سكوير يبقى اذا انا ممكن اخلي الترم ده كله فراود نمبر سكوير. في حد عنده اي استفسار لغايه كده؟ احنا يعني ماشيين ستيب باي ستيب في المعادله بتاعت الانرجي وبنشوف الديريفيتيف بالنسبه للاكس. لو حد عنده اي استفسار نجاوب عليه قبل ما نكمل.
يبقى هنا وصلنا الى انه الديريفيتيف ده في الشكل السمبليفايد بتاعه عباره عن ماينس كراود نمبر سكوير دي واي باي دي اكس. شوف بقى دلوقتي ارجع تاني للايكويشن الدي اتش باي دي اكس اللي هي ماينس اس اي، الدي زد باي دي اكس اللي هي ماينس اس او، الدي واي باي دي اكس دي كانت موجوده وما عملناش فيها حاجه. الترم اللي هو ده بسطناه الى الشكل ده ماينس اف ان سكوير تايمز دي واي باي دي اكس. تقدر تاخد دلوقتي دي واي باي دي اكس كومن وبتوين براكتس 1 ماينس كراود نمبر سكوير. يعني معنى كده ان انا ممكن اقول الدي واي باي دي اكس خليها في الليفت سايد والرايت سايد هيبقى اس او ماينس اس اي على 1 ماينس كراود نمبر سكوير. دي اول ايكويشن نقدر نقول عليها ان هي ايكويشن ريليتد للجرادوالي فاريد فلو. الدي واي باي دي اكس هنا هو السلوب بتاع سطح الميه، دي واي باي دي اكس هو السلوب بتاع سطح الميه. السلوب بتاع سطح الميه بيساوي ايه؟ بيساوي السلوب بتاع القاع ماينس السلوب بتاع الانرجي على 1 ماينس كراود نمبر سكوير. ده عند لوكيشن معين، ده عند لوكيشن معين. فهذه الايكويشن هتلاحظوا ان احنا هنا لو لما كنا بنقول الايكويشنز اللي احنا عايزينها كنا عايزين جرادوالي فاريد فلو ان ترمز اوف كراود نمبر، اهو دي كانت اول حاجه مطلوبه، دي حققناها هنا اهو، دي حققناها دلوقتي بهذه الايكويشن. يعني equation 2 is considered the first relation of gradually varied flow in terms of crowd number. دي أول equation. هتلاحظوا هنا ال dy by dx دي طالما هي السلوب بتاع سطح المية، طب لو أنا خدت ال dy في سايد وال dx في سايد وعملت integration هيطلع الانتجريشن ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الانتجريشن بتاع دي واي بيساوي الترم ده في الانتجريشن بتاع دي اكس. فهنا ممكن يطلع عندي واي as a time of x او x as a time of y، بس هي كل الفكرة انه هذا الانتجريشن هيكون very difficult، يعني هيكون الانتجريشن هنا صعب جدا وملهوش حاجة معروفة في الماثماتكس. هننتقل دلوقتي الى gradually varied flow in terms of section and conveyance factor. وبرضو هنا قبل ما اخش في الجزء ده لو في حد عنده اي استفسار معايا يا شباب، الصوت واضح والشاشة واضحة؟ ايوه كل حاجة تمام. انا بطمن اول باول بس عشان ما يبقاش في اي لوسز في السكة. اللي انا بعمله دلوقتي هو احنا شغالين برضه في نفس الايكويشن اللي فاتت، بس هيبدأ هنا يظهر معانا حاجة اسمها سيكشن فاكتور وحاجة اسمها convenience factor. الاستنتاجات دي ما هياش مطلوبة نحفظها، ولكن عشان بس لما تطلع المعادلات فيها بعض الرموز نقدر ان احنا نفهم الرموز دي معناها ايه. السكشن فاكتور ده كان في اول الترم اتكلمنا عنه لما كنا بنتكلم على الكاركترستكس بتاعت الاوبن تشانل، فهو حاجه من الحاجات اللي هي تعتبر من الخصائص بتاعه السكشن بتاعه القطاع. الزد دي اللي هي عباره عن الاي روت واي اتش، يعني الاي
روت واي اتش اللي هي روت اي كيوب على تي. ده كده اسمه سكشن فاكتور. الزد ده كده بالديفينيشن ده اسمه سكشن فاكتور. السكشن فاكتور ده لو كان الواي بتاعته واي كريتيكال بيبقى كريتيكال سكشن فاكتور زد سي. اوكي، فلو انا عايز اقول انه زد سي بتساوي ايه، بتساوي نفس الكلام ده بس الاريا هتكون as a function of y critical والتي هتكون as a function of y critical. واحنا كان عندنا ريليشن معروفه في حاله الواي كريتيكال بتقول ان الكيو سكوير على جي بتساوي اي كيوب على تي، دي valid at critical depth. يعني معنى كده ان انت من خلال الريليشن دي مع الريليشن دي تقول ان الزد سي بتساوي روت كيو سكوير اوفر جي. كلام يعني ما فيهوش حاجه صعبه. دكتور بعد اذنك، بس الزد كريتيكال دي اللي هي الواي كريتيكال في حاله القطاع المستطيل. احنا هنا بنتكلم على كريتيكال في حاله القطاع العام، لسه ما اتكلمناش على مستطيل خالص. مش هي الجذر كيو تربيع على جي دي اللي هو كريتيكال في القطاع المستطيل؟ دي كده بتاعه الكروس سيكشن اللي هو الجنرال، دي بتاعه الترابيزويد وبتاعه الريكتانجل وبتاعه التريانجل. اي كروس سيكشن، اي كروس سيكشن الواي كريتيكال بتاعته موجوده يبقى الريليشن دي تبقى سليمه. لكن احنا بسطناها بعد كده للمستطيل بالسمول كيو. معايا؟ تمام. يبقى دي جنرال ايكويشن بطبقها لو انا بتكلم على الواي كريتيكال، جنرال ايكويشن لاي كروس سيكشن. بس هنا انا كنت بادئ بحاجه اسمها سيكشن فاكتور. فالسيكشن فاكتور ده اللي هو الزد، لو حطيت الواي بتساوي واي كريتيكال يبقى الزد دي اسمها زد كريتيكال. الزد كريتيكال دي عايز اخليها as a function of q، استخدم الايكويشن بتاعت يو سكوير اوفر جي تساوي اي كيوب اوفر تي. طيب يبقى انا دلوقتي السكشن فاكتور هنا بدا يظهر عندي، بدا يظهر عندي اهو. المعلومات بتاعته بدات تتضح هنا ان في حاجه اسمها زد وفي حاجه اسمها زد سي. طيب لو انت عندك هنا الجنرال ايكويشن دي احنا استنتجناها خلاص، دي اصبحت موجوده، ازاي هذه الايكويشن ادخل فيها الزد؟ فالحاجه الوحيده هنا اللي ممكن يخش فيها الزد هي فراود نمبر. ففراود نمبر سكوير اللي هو بيساوي كيو سكوير في كي على جي اي كيو. واحنا اوريدي عملنا ريليشن، بقى عندنا كيو سكوير على جي هي الزد سي، والاي كيوب على التي هي الزد. يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول ان فراود نمبر سكوير بيساوي زد سي على زد سكوير. يبقى هنا ظهر عندنا الايكويشن بتاعت الجرادوالي فاريد فلو از ا فانكشن اوف كونفيانس او سكشن فاكتور، الدي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف سكشن فاكتور اللي هي اهي. شلنا هنا، شلنا فراود نمبر سكوير دي وحطينا مكانها زد سي على زد. عايز بقى تاخد الاس او مشترك وتعمل الستيب دي اتس اوكي. يبقى دي وي كان كول ات جرادوالي فاريد فلو ايكويشن ان تيرمز اوف سكشن فاكتور زد. دي شكل مختلف عن الشكل ده، دي اللي هي كانت الدي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف فراود نمبر. ده شكل معين. الشكل الثاني دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف سيكشن فاكتور. طيب فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا ان احنا ندخل حاجه اسمها الكونفيانس فاكتور كي، ويبقى كده عندنا الثلاثة
equations اللي احنا قلنا عليهم في بداية الايه المحاضرة. What is the meaning of conveyance factor K? Conveyance factor K conveyance factor K ده definition موجود في المراجع بتاعة الopen channel. بيقول لك المعادلة بتاعة مانينج, هذه المعادلة كلكم طبعا اشتغلتوا بيها وفهمتوها, وهذه المعادلة كنا بنطبقها لليونيفورم فلو والسلوب كان كونستانت. لما يكون اليونيفورم فلو موجود بيبقى الاس دي كونستانت, لكن لما يكون الفلو مش نون يونيفورم بتكون الاس دي مختلف. فقال لك ايه؟ قال لك انت خد كل حاجة مرتبطة بالاريا ومرتبطة بالسكشن بتاع الفلو مع الان اللي هي بتاعة الريزيستنس, كل ده ممكن يكون له مقدار ثابت اسمه كي. يبقى الكي بتاعتنا هنا هي عبارة عن واحد على ان اي ار باور 2 على 3. هذه الفاليو بيسموها في المراجع conveyance factor. لو انا عايز اخلي الايكويشن بتاعتي اللي هي بتاعت الجراديوال انفاليد فلو هي فانكشن في الكي, فطبعا الموضوع ده هيكون مش صعب ولا حاجه. انت عندك في حاله اليونيفورم فلو الكيو بتساوي كي في الاس او, الاس او دي هي السلوب بتاع القاع, احنا بنتكلم على يونيفورم فلو, ويبقى هنا الكي دي اسمها كي ان. يعني ايه كي ان؟ يعني كونفيانس فاكتور بتاع النورمال ووتر ديبث. كونفيانس فاكتور بتاع النورمال ووتر ديبث لو اتضرب في السلوب بتاع البيد ده بيدينا الفلو بتاع اليونيفورم, دي الكيو بتاعت اليونيفورم, ودي اللي انتوا كنتوا شغالين بيها طول الوقت في المرحلة اللي فاتت لما كان في عندنا يونيفورم فلو. طيب في حالة ان انا ما عنديش يونيفورم فلو وعندي الفلو ده is non uniform. non uniform يعني ايه؟ يعني الكي مش ثابتة, الكي عمالة تتغير, فخدت الشكل خدت الايه الاسم كي بس. وطبعا في هذه الحالة انا دايما بضرب في الاس بتاعت الانرجي بقى. الاس بتاعت الانرجي هنا هي اللي بتبقى موجوده في معادله مان. دي جديده عليكم لانه هنا احنا بنتكلم على نون يونيفورم. النون يونيفورم ده معناها ان انا بتكلم على لوكال فلو, يعني بتكلم على سيكشن معين, السيكشن ده فيه كونفيانس فاكتور كي والسلوب اللي موجود هنا عندي سلوب بتاع الانرجي, عشان كده ده اسمه اس اي. يبقى الكونفيانس فاكتور ده كي ان, ده الكونفيانس فاكتور بتاع النورمال ووتر ديبث. طيب الكي بس معناها ايه؟ معناها الكونفيانس فاكتور ات اني ووتر ديبث, ات اني ووتر ديبث. الكونفيانس فاكتور بتاع النورمال ووتر ديبث بيتضرب في السلوب الثابت بتاع القاع. الكونفيانس فاكتور المتغير من نقطة لنقطة يتضرب في السلوب بتاع الانرجي. فدي يعني الحاجة الجديدة اللي انتوا لازم تفهموها لما تيجي تطبق معادلة مانينج في حالة اليونيفورم بتشتغل على سلوب ثابت اللي هو بتاع القاع. لما تيجي تشتغل على معادلة مانينج في حالة النون يونيفورم فلو دايما يبقى ميل الطاقة هو اللي داخل في المعادلة. طيب لو قسمت الاثنين دول على بعض, لو قسمت التو ايكويشنز دول على بعض, يبقى في هذه الحالة الكيو هتروح مع بعضها ويبقى تقدر عندك تبقى عندك ريليشن اللي هي اس اي على اس او بتساوي كي ان على كي الكل سكوير. هذه الايكويشن جت من الاثنين دول, قسمنا الاثنين دول على بعض.
يبقى انا عندي هنا دلوقتي الريشيو بتاعت الاس اي على الاس او بقت فانكشن في الكونفينس فاكتور كي. تعالى بقى نرجع للإكويشن بتاعتنا دي. هذه الإكويشن اللي هي دي بالظبط. هي. إحنا هنا كنا بنشتغل على إن إحنا عايزين نخلي دي واي باي دي إكس as a function of Z. أنا هنا عايز أخلي دي واي باي دي إكس as a function of K. وأنا أثبتت إن الإس إي على الإس أو بتساوي كي إن على كي الكل سكوير. طيب لو خدنا هنا الـ SO common بره يبقى في عندي هنا 1 minus SE على SO وفي عندي هنا 1 minus FN square. شيل الـ SE على الـ SO وحط بدلها ايه؟ الـ KN على الـ K الكل سكوير. يطلع عندك هذه الـ equation. هذه الـ equation it's called gradually varied flow in terms of conveyance factor K. يبقى دلوقتي احنا خلصنا التلاتة general equation. اول general equation اللي هي dy by dx as a function of round number. تاني form اللي هي dy by dx as a function of section factor. تالت equation اللي هي dy by dx as a function of conveyance factor k. زي ما انتم شايفين الستيبس اللي انا عملتها لغايه دلوقتي هي ستيب باي ستيب كده اهوت. بعد بعمل الديريفاتيف وبعمل سمبليفيكيشن للايكويشن بتاعه دي واي باي دي اكس عشان اخلي دي واي باي دي اكس ان ليفت سايد وكل الاذر بارامترز في الرايت سايد. الفكره كلها انه دي واي باي دي اكس دي هي الكي بتاعت الشابتر ده دي واي باي دي اكس اللي هي السلوب بتاع الووتر. واحنا عايزين نطلع ريليشن تربط الاكس بالواي. فلما يكون عندك الدي واي باي دي اكس تقدر تعمل بعد كده انتجريشن وتطلع ريليشن تربط بين الاكس والواي. هي الايكويشن سواء دي او دي الاثنين دول ممكن نحطهم في ايكويشن. يعني انا هنا هوت كانت دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف زد وهنا دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف كي. طب هل انا اقدر اخلي الايكويشن هي ايكويشن واحده فيها السكشن فاكتور وفيها الكونفينس فاكتور؟ طبعا. ما انتوا شايفين هنا هو يعني لو انا خدت اللي تحت ده زي ما هو اهو خدت اللي تحت ده من الايكويشن اللي على الشمال وخدت اللي فوق ده من الايكويشن اللي على اليمين يبقى انا هنا الدي واي باي دي اكس كده هي فانكشن اوف سيكشن فاكتور زد وكونفينس فاكتور كي at the same time. اوكي يبقى كده دلوقتي الايكويشن النهائيه دي هي دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف سيكشن فاكتور زد وكونفينس فاكتور كي. دكتور معلش اتفضل. هو انا ينفع اخد مقام المعادله وبسط معادله ثانيه واحطهم مع بعض؟ ما هو بص خد بالك دلوقتي انت عندك ان هوت ايه 1 minus fn square. ما هي اللي تحت دي كانت 1 minus fn square. انت ناسي ولا ايه؟ ايوه تمام. يعني انا ما عملتش حاجه غريبه. واخد بالك انت؟ ال دي كلها ايكوال لدي. تمام ماشي.
فانا هنا بس مجرد ان انا قلت لك ازاي ان انا اخلي الايكويشن as a function of conveyance factor لوحدها و الايكويشن دي as a function of section factor لوحدها، لكن ايه اللي يمنع ان انا اخلي الايكويشن as a function of both parameters section factor and conveyance factor and this the last equation اللي هي بتحقق لي انه فيها الزد وفيها الكي at the same time. من المرحلة دي بقى احنا هنا في يعني لغاية كده حد جاب سيرة السكشن ده شكله ايه، حد قال السكشن ده هل هو مستطيل، هل هو مربع، هل هو دايرة، هل هو شبه منحرف. احنا ما جبناش سيرة السكشن شكله ايه، يعني معنى كده ان كل الاكويشنز اللي فاتت دي تصلح ان هي يتم تطبيقها على اي كروس سكشن، صح ولا لا؟ كل الاستنتاجات اللي اتعملت لغاية دلوقتي يمكن تطبيقها لأي كروس سكشن مهما كان شكله. عشان نبدأ بقى نقول طيب لو كان الكروس سكشن دوت ريكتانجل سكشن، هل ممكن نعمل سيمبليفيكيشن للمعادلة دي؟ الفكرة انه كل ما يظهر في الطرف اليمين واي يبقى أفضل. انا عايز الطرف اليمين يا شباب يكون فيه واي. لغاية دلوقتي المعالم بتاعت الطرف اليمين كلها حاجات صحيح لها physical meaning بس ما هياش function مباشرة في الواي، هي function في الكي وfunction في الزد. ازاي اخلي الطرف اليمين ده يكون function في الواي؟ تظهر معالم مرتبطة بعمق المية، واخدين بالكم؟ فحيكون المرحلة اللي جاية ان احنا ممكن نبدأ نظهر الواي. الواي عشان تظهر لازم نبسط الإيكويشن ولازم نتكلم على الريكتانجل سيكشن. فإذا اتكلمنا عن الريكتانجل سيكشن بيكون في هذه الحالة المعالم بتبدأ تظهر أفضل شوية. يعني تعالوا مثلا نشوف اهو دلوقتي gradually varied flow equation for wide rectangle channel. لو انت عايز تشيل الزد سي على الزد وتحطها بدلاله الايه الواي، طبعا هنا الاي سي اللي هي البي في الواي سي والتي سي اللي هي البي، ما هو انت بتتكلم على rectangle section فما بقاش عندك غير واي والبي والاي اللي هي كمان الاي هنا في تحت اللي هي الاي كيوب، البي في الواي كيوب والتي اللي هي البي، هتلاقي البي راحت مع البي والبي هنا راحت مع البي هنا، يفضل لك واي كريتيكال على واي. هل دي شكلها احسن ولا دي؟ لا، واي كريتيكال على واي كل تكعيب عشان مختصر دي كده على طول بقت لها physical meaning مباشر على طول مفهوم، لكن انت ممكن في اي وقت تنسى يعني ايه الزد وتضطر ان انت ترجع لها، لكن هنا الدنيا بقت واضحة اكتر لانه بقى في واي. الواي دي انا فاهم يعني ايه واي critical، يعني ايه واي. طيب بالنسبة للconveyance factor بقى ازاي اشيل الconveyance factor وحطها as a function of y. كمان هنا ممكن تعمل الكي على الكي، الكي ان على الكي، يعني انا عايز اشيل الكي ان الكي ان على الكي هنا، وبرضو هنا اقدر ازاي اخليها as a function of y. هتفرق معايا وهتخلي لي الدنيا كده شكلها اسهل. فممكن هنا تقول الكي على الكي، الكي ان على الكي، واحد على ان اي ان ار ان باور 2 على 3، واحد على ان اي ار باور 2 على 3، وشيل الاي حطها بي في واي.
وشيل الار حطها ايه بقى الواي هنا. لو حطيت الار اللي هي عبارة عن الايه على البي, الايه على البي, خدوا بالكم هنا في ستيب مهمة جدا. احنا بنقول ايه وايد, what is the meaning of wide يا شباب؟ ان الار بتساوي الواي. اه يبقى هنا هشيل الار وحطها واي. لو كانت ار ان حطها واي ان, لو كانت ار حطها واي. شوف الكي ان هنا بقى الشكل بتاعه ايه, بقى الشكل بتاعه واي ان باور 5 على 3 على واي باور 5 على 3. تفتكر لما اقول لك الكي ان على الكي او اقول لك الواي ان على الواي باور 5 على 3 ايهما بالنسبه لك له فيزيكال مينينج اكثر, له معنى واكثر ايه يعني قربا من الفلو؟ اكيد الواي هنا بتمثل بالنسبه لنا حاجه ملموسه وسهله على طول. طيب يبقى الكي ان على الكي سكوير يعني واي ان على واي باور 10 على 3. يبقى إذن الدي واي باي دي اكس دي اللي كان فيها كي ان وكان فيها كي وكان فيها زد سي وكان فيها زد, هشيل الكي ان على الكي وحطها واي ان على واي باور 10 على 3, وحشيل الزد سي على زد وشي وحطها واي سي على واي باور. يعني بذمتكم يا شباب هذه الإكويشن بهذا الشكل مش بقى لها فيزيكال مينينج أكتر, بقى لها معنى سهل إن أنا عندي في ميل سطح المية دي واي باي دي إكس as a function of واي. واي هنا اللي هي كم نوع, في عندي واي إن اللي هو النورمال ووتر ديبث, وفي عندي واي سي اللي هو الكريتيكال ووتر ديبث, وفي عندي واي اللي هي دايما بتتغير. واخدين بالكم؟ يبقى هذه الايكويشن اللي هي gradually varied flow as a function of y n و y c و y, احنا هنا استخدمنا في الايكويشن دي ايه معادله ايه, استخدمنا في الايكويشن دي معادله مانينج, معادله مانينج اللي هي واحد على ان. طيب لو استخدمت انت في الايكويشن دي معادله تشيزي يحصل ايه؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي بدل ما كنا بنستخدم معادله مانينج هنستخدم معادله تشيزي. لما هنستخدم معادله تشيزي الترم اللي تحت ده ملوش علاقه بتشيزي, ده موجود. يبقى الترم اللي فوق بدل y n على y باور 10 على 3 هتبقى y n على y باور 3. في حد عنده اي استفسار؟ حد يلخص لي كده دلوقتي يا شباب احنا ايه الستيبس اللي احنا عملناها لو سمحتوا؟ عايز احس كده ان في حد يعني متابع معايا الكلام اللي انا قلته. يا شباب ايوه دكتور, عايز حد يقول لي ايه الستيبس اللي انا عملتها لغايه دلوقتي؟ انا كان عندي المعادله بتاعت الدو على دي اكس بدلاله الزد والكي, والزد كانت بتساوي واحد على ان في الار اس 2 على 3 على حسب بقى الزد في الاس ام اس نوت يا اما اس بتاعت فرق بتاعت الانرجي والكي يعني برضو والكي خليتها برضو بدلاله الواي عشان تبقى المعادله كلها بدلاله الواي والواي ان والواي كريتيكال. طيب what is the difference between this equation and this equation, ايه الفرق بين المعادلتين دول؟ اللي فوق بتاعت مانينج, اللي تحت بتاعت تشيزي, اللي فوق كانت 10 اس 10 على 3 اللي تحت اس 3 تمام. اللي فوق مانينج اللي تحت تشيزي.
شيزي او مانج بتستخدم في ايه؟ ها في ان انا اجيب الجواب دي اكس. ايوه يعني في الكي على الكي، الكي ان على الكي بس. تمام، يعني شيزي او مانج ما بتظهرش الا بس في الايه، في ان انا عايز اشيل الكي ان على الكي. لكن هل هي لها علاقه بالزد سي على الزد؟ لا لا، واخد بالك؟ بدليل بدليل ان انت هتلاقي هنا اللي تحت ده هو اللي تحت ده في المعادلتين، الفرق ما بين مانينج وشيزي بس في الاعماق اللي هي لها علاقه بالواي نورمال، عشان الايكويشن بتاعت مانينج مختلفه عن الايكويشن بتاعت شيزي. طيب يبقى لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي احنا عندنا في دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف فراود نمبر، وعندي دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف زد فاكتور، وعندي دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف كونفيانس فاكتور، وعندي دي واي باي دي اكس از ا فانكشن اوف الاثنين اللي هي الزد والكي، واخيرا ظهر عندي معادلتين جداد اللي هي دي واي باي دي اكس بهذه الشكل في حالة مانينج. وهنا برضو في كونديشن مهم جدا لازم نبقى فاهمينه، ان احنا هنا بنتكلم على كروس سيكشن شكله ايه. ها كروس سيكشن هو عبارة عن ريكتانجل ووايد، ريكتانجل مش بس ريكتانجل كمان وايد، لان احنا هنا شلنا الار وحطناها بتساوي الواي، ودي اخر معادلتين احنا نقدر نقول الدي واي باي دي اكس دلوقتي بقت لها معالم واضحة من حيث الاعماق. طيب عايزين نشوف دلوقتي المعادلة دي اللي احنا يعني دلوقتي انا عايز اقول ايه اسهل معادلة دلوقتي في الاستخدام هي دي اللي هي بتاعت شيزي. لو انا جيت دلوقتي سألت الدي واي باي دي اكس، لو انا عندي الواي ان على الواي كاريشيو وعندي الواي سي على الواي كاريشيو، هل انا اقدر احسب الدي واي باي دي اكس؟ ما هو انا معايا الواي ان على الواي والواي كريتيكال على الواي والاس نود ده اللي هو ميل القاع، فهقدر احسبه. يعني الاس او ده حاجه سهله وطول الوقت ثابته، لكن لو انا عندي الريشيو دي وعندي الريشيو دي مش هقدر اعرف. هتبقى سهله ان انا احسب دي واي باي دي اكس. مش كده؟ يعني ممكن يطلع السلوب ده مثلا حاجه مايله كده او حاجه مايله الناحيه الثانيه، يعني له ميل. مش كده؟ له ميل. اقدر اعرف الميل ده شكله ايه. فدلوقتي احنا عندنا عشان نعرف الميل ده، هو احنا عندنا في عندنا كام سلوب؟ يعني لما نيجي نصنف السلوبس اللي موجوده، السلوبس اللي موجوده دي كام سلوب؟ ده مثلا المايلد، المايلد ده اللي هو السلوب بتاعه اقل من الكريتيكال، وفي سلوب اللي هو السلوب بتاعه اكبر من الكريتيكال، وفي سلوب اللي هو الكريتيكال، وفي سلوب اللي هو الهوريزونتال، وفي السلوب اللي هو الادفرس. في عندنا كام سلوب في الحياه العمليه؟ في عندنا 5 سلوبس في الحياه العمليه، في عندنا 5 سلوب. في سلوب مايلد بنرمز له بالرمز ام. السلوب ده ايه الكاركترستكس بتاعته؟ ان هو السلوب ده اقل من الكريتيك، وان الواي بتاعته اكبر من الكريتيك، وان فراود نمبر بتاعه اصغر من الواحد. اوكي طيب، في عندي سلوب ستيب اللي كاركترستكس بتاعته ان هو الميل اكبر من الكريتيك، وان الواي ان بتاعته اصغر من الكريتيك، وان الفراود نمبر بتاعه اكبر من الواحد. ده اللي هو الستيب، لانه يعني الكلام ده احنا خدناه قبل كده. فالمايلد هنا ده الشكل بتاعه. طيب لو انت حطيت خط دوت يمثل الواي كريتيك، فين الواي نورمال؟ الواي نورمال يبقى اكبر. هتلاقي دايما في المايلد
الواي بتاعتك كبيرة عن الواي كريتيك. طب في حالة الاستيب، في حالة الاستيب لو رسمت الخط المنقط هو الواي كريتيكال، يبقى الخط الستريت هو الواي نورمال، الواي نورمال بتبقى أصغر من الواي كريتيكال. دي برضو حاجات اتعلمناها قبل كده واحنا بنشتغل في معادلة ماني. طيب لو كان الاسلوب ده هو الكريتيكال، يعني هنا الاسلوب أصغر من الكريتيكال وهنا الاسلوب أكبر من الكريتيكال، طب الاسلوب لو ساوى الكريتيكال يبقى الواي نورمال هي نفسها الواي كريتيكال. ده الشكل اللي هو في الواي نورمال بتساوي الواي كريتيكال. طيب هنا بالمنظر ده كده دلوقتي انا عندي في منطقه فوق الواي نورمال هنا اسمها منطقه 1، ومنطقه بين الواي نورمال والواي كريتيكال 2، ومنطقه تحت الواي كريتيكال اسمها 3، صح ولا لا؟ يعني عندي سطح الميه ممكن يتغير في منطقه 1. وممكن يتغير في المنطقة رقم 2، وممكن يتغير في المنطقة رقم 3. أنا هنا بصنف المناطق أو بسمي المناطق بأسماء عشان بعد كده لما يحصل تغير في مناسيب المية أبقى عارف المية بتتغير في أنه منطقة. المية هنا ممكن تتغير في المنطقة رقم 1 وممكن تتغير في المنطقة رقم 2 اللي هي ما بين النورمال وما بين الكريتيك، وممكن تتغير في منطقة 3. طيب في الستيب فين منطقة واحد؟ في الستيب منطقة واحد هي أعلى منطقة اللي هي فوق الكريتيك، ومنطقة اثنين اللي هي ما بين الكريتيكال والنورم، ومنطقة ثلاثة اللي هي تحت النورم. طب في حالة الكريتيكال، في حالة الكريتيكال احنا عندنا الواي نورمال والواي كريتيكال الاثنين انطبقوا على بعض، انطبقوا على بعض، فيبقى في هذه الحالة منطقة رقم 2 ايه؟ اختفت. منطقة رقم 2 هنا اختفت. ليه منطقة رقم 2 اختفت؟ لانه الواي كريتيكال والواي نورمال الاثنين منطبقين على بعض. دول الثلاثة اللي هما السلوبس اللي هما نقدر نقول عليهم اكثر شيوعا in our real life، أكثر شيوعا وأكثر استخداما في حياتنا العملية. الميل الرابع اللي هو الهوريزونتال ده بيبقى قليل شوية وجوده. الهوريزونتال فيه مشكلة إن أنا السلوب بتاع القاع زيرو، ولو حطيت السلوب بتاع القاع زيرو في معادلة مانينج بيطلع العمق ما لا نهاية. فإحنا هنا في حالة الهوريزونتال ما عندناش واي نورمال، لان لو في واي نورمال هيبقى بارلل للقاع، واي نورمال بارلل للقاع يعني هوريزونتال، يعني كان ما فيش سطح، كان ما فيش فلو. الفلو عشان يحصل لازم يكون لو سلو. فاحنا بنقول هنا في حاله الهوريزونتال الواي نورمال هي عمق محلي لا يستمر وبيكون كبير قوي، بدل ما بنقول انفينيتي بنقول هو كبير. فما فيش منطقة رقم واحد في الهوريزونتال. ليه؟ لأن already الواي نورمال جاي من الانفينيتي، فمنطقة واحد مش موجودة، ما فيش حاجة فوق الانفينيتي. فهنا في منطقة رقم اثنين ومنطقة رقم ثلاثة. الادفرس نفس الشيء، الادفرس نفس الشيء، منطقة رقم اثنين ومنطقة رقم ثلاثة. يبقى تسمية المناطق دي يا جماعة، تسمية المناطق دي حاجة مهمة قوي. المناطق هنا مهمة عشان نفهم الدي واي باي دي اكس بيحصل ايه فيها. منطقة رقم 1 2 3 1 2 3 2 هنا هو اختفت بقى في 1 وفي 3، 1 هنا اختفت و1 هنا اختفت لان مفيش حاجة فوق الانفينيتي، بقى في هنا 2 و3 وهنا 2 و3. كل المناطق دي هي مناطق قابلة، قابلة لأنك أنت تحسب الدي واي باي دي إكس بتاعتها. خد أي نقطة في أي منطقة، يعني النقطة هنا مثلا في منطقة دي
عايز تعرف الدي واي باي دي اكس بتاعتها شكلها ايه. جاست ان انت بس خد الريشيو بتاعت الواي اللي هنا على الواي ان والواي على الواي كريتيك وعوض في المعادله، عوض في المعادله دي اي نقطه في اي منطقه، خد الريشيو بتاعها واي ان على واي والواي سي على واي وعوض في الايكويشن دي، هيطلع لك شكل الدي واي باي دي اكس. هتقدر تعرف سطح الميه بيعلى ولا بيوطى، وده اللي احنا بنعمله هنا. مثلا هنا مثلا ده عندنا مايل، ده عندنا مايل دي سلوب. المايل دي سلوب فيه كم منطقه؟ فيه منطقه واحد واثنين وثلاثه. المنطقه واحد اللي هي اباف النورمال، والمنطقه اثنين اللي هي ما بين النورمال وما بين الكريتيكال. وهتلاحظوا دايما ان الكريتيكال بنرسمه خط دوتد، والواي نورمال هو خط ستريت. فانا عندي هنا ثلاث مناطق، واحد اثنين ثلاثه. دلوقتي انا عايز اقول المنطقه رقم واحد دي الدي واي باي دي اكس دي شكلها ايه؟ هيطلع السلوب بتاعها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في منطقه رقم اثنين السلوب ده هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في منطقه رقم 3 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كل اللي انا هعمله ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا باخد الايكويشن دي اللي هي ذا موست سمبليفايد ايكويشن، ذا موست سمبليفايد ايكويشن هي دي. بس دي فيها كونديشن ان انا بتكلم على ريكتانجل سيكشن وواي، لكن ده لا يؤثر على انه لا يؤثر على شكل الدي واي باي دي اكس، يؤثر على الفاليو بس. طيب تعالى خد منطقه رقم 1. في منطقة رقم واحد هنا الواي نورمال أكبر من الواي كريت. طبعًا أنت أوريدي عندك الواي نورمال هو أكبر من الواي كريت. طب النقطة اللي هنا دي الواي بتاعتها إيه؟ النقطة في منطقة رقم واحد الواي بتاعتها أكبر من الواي نورمال وكمان أكبر من الواي كريت. دي أي نقطة في منطقة رقم واحد؟ أي نقطة في منطقة رقم واحد العمق بتاعها أكبر من الواي نورمال وأكبر من الواي كريتيكال، يبقى سطح المية هنا لو هيتغير في منطقة رقم واحد هيعلى ولا هيوطى؟ تعال نشوف الدي واي باي دي اكس بتاعته. هتعوض هنا بفاليو واي ان على واي أكبر من الواحد. واي ان سوري واي ان على الواي أصغر من الواحد، وهتعوض بواي سي على واي أصغر من الواحد. هيطلع لك هنا فوق بوزيتيف وتحت كمان بوزيتيف، يبقى دي واي باي دي اكس بوزيتيف، يعني شكل الميه هنا هيكون طالع طلوع. دي واي باي دي اكس هنا شكله طالع. عرفت ازاي؟ ان انا خدت نقطه بواي اكبر من الواي نورمال والواي اكبر من الواي كريتيكال، عوضت في الايكويشن دي، عوضت في الايكويشن دي، فبيطلع لي فوق واحد ماينس اقل من واحد وتحت واحد ماينس اقل من واحد، يعني بيطلع فوق اكبر من الواحد بوزيتيف وتحت بوزيتيف، يبقى السلوب ده كله بوزيتيف. هو ده كل اللي انا عايزه، عايز اعرف بس شكل الايه، شكل الدي واي باي دي اكس عامل ازاي. فيطلع هنا شكله كله بوزيتيف طالع طلوع. طب لو خدت المنطقه رقم 2، لو خدت منطقه رقم 2، منطقه رقم 2 الواي اللي فيها، الواي اللي هي بتتغير اكبر من الواي كريتيكال واصغر سوري احنا هنا في المنطقه دي الواي اللي احنا بنتكلم عليها في منطقه رقم 2 هي اكبر من الواي كريتيكال بس هي اصغر من الواي نورم، اكبر من الواي كريتيكال واصغر من الواي نورم. هتلاقي لو عوضت في الايكويشن هيطلع لك فوق نيجاتيف وتحت بوزيتيف، يعني هنا الميل سالب، يعني هنا سطح المايه ايه بينزل. في اي حد عنده شك في الكلام اللي انا بقوله؟ انا هنا بحاول ان انا اعرف السلوب بتاع سطح المايه بيحصل له ايه، بيحصل له ايه، بيزيد ولا بيقل، شكل سطح المايه بيحصل له ايه. ده مهم جدا في الفيزيكال مينينج بتاعنا، ان احنا نفهم شكل سطح المية بيعلى ولا بيوطى
والإثبات بتاعه بسيط جدا. أي نقطة عايز تعرف فيها السلو بتاع سطح المية عوض في الإكويشن دي. والتعويض هنا هو مجرد بس ان انت عايز تعرف الإشارات. الإشارات بس. الإشارة طلعت بوزيتيف يا سطح المية بيعلى كده. الإشارة طلعت نيجاتيف سطح المية بينزل كده. في المنطقة رقم 3. المنطقة رقم 3. الواي أصغر من الواي كريت. وكمان الواي أصغر من الواي نورم. لو عوضت في الإكويشن دي هيطلع فوق نيجاتيف وتحت نيجاتيف. يبقى نيجاتيف على نيجاتيف يساوي بوزيتيف. يبقى سطح المية هنا إيه؟ بيعلى. ده دي الطريقة اللي هي نقدر من خلالها نعرف أشكال سطح المية بيحصل لها إيه. الكلام ده هتقدر تعمله بالنسبة للمايل، وكمان هتقدر تعمله بالنسبة للستيب. ادي الستيب، منطقة رقم 1، منطقة رقم 2، منطقة رقم 3. منطقة رقم 1 السلوب بوزيتيف يبقى طالع طلوع، منطقة رقم 2 السلوب نيجاتيف يبقى نازل، منطقة رقم 3 بوزيتيف يبقى طالع. نفس الطريقة اللي انا قلت لك عليها، تاخد نقطة في اي منطقة واعرف ان الواي بتاعتها علاقتها ايه بالواي نورمال وعلاقة الواي ايه بالواي كريتيكال، وتبدأ تعوض في المعادلة البسيطة دي. كده يبقى احنا بنقدر ان احنا نوصف شكل سطح المية في اي منطقة من المناطق زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين هنبدأ ندي مسميات بقى. طب المية اللي طلعت ده مايلد، ده مايلد ام، يبقى في منطقة رقم 1 ده اسمه ام 1، ودي 2 يبقى دي ام 2، ودي 3 يبقى دي ام 3. يبقى دول عبارة عن ام 1 ام 2 ام 3، لان ده اسمه مايلد سلوب. طب ده ستيب، يبقى اس 1 اس 2 اس 3. المسميات بتاعت اس دي نتيجة ان السلوب نفسه له اسم اس. يبقى في المنطقة رقم 1 يبقى اس 1، في المنطقة رقم 2 يبقى اس 2، في المنطقة رقم 3 يبقى اس 3، وهكذا. شوف بقى، ده اللي احنا ده الكونكلوجن بتاع الكلام اللي هو اللي اتعمل لغاية دلوقتي. حد يقدر يقول لي دلوقتي ده هنا ام 1 معناه ايه؟ سؤال يا شباب. معناها اللي هو بوزيتيف، معناها ان سطح الميه هنا بيعلى طالع طلوع. هل ينفع يبقى نازل في منطقه رقم 1؟ لا، لان العلاقه دي موجب. الله يفتح عليك. خدوا بالكم عشان ان انت دلوقتي هتبدا ان انت تتعامل مع مسائل تعمل سكتشز لسطح الميه. فانت لما تيجي ترسم سكتش لسطح الميه لازم تبقى فاهم القاعدة دي، انك انت عندك في منطقة رقم 1 سطح المية مش ممكن ينزل، في المنطقة رقم 2 سطح المية M2 مش ممكن يطلع، سطح المية في منطقة رقم 3 في المايل مش ممكن ينزل، هو طالع، وهكذا. هنا S1 طالع، S2 نازل، S3 طالع. هنا C، السي هنا هو في سي واحد طالع وفي في سي ثلاثة طالعة. طب فين السي اتنين يا شباب؟ هتبقى عبارة عن نقطة. السي اتنين مش موجودة لانه الواي نورمال منطبقة على الواي كريتيكال. شوف انا هنا رسم لك خط دوتد وبعد كده مستمر. هتلاقي في بقية المناطق الخط المستمر مستمر لوحده والخط الدوتد دوتد لوحده. الدوتد بيعبر عن الكريتيكال والستريت بيعبر عن النورمال. دوتد كريتيكال والستريت نورمال. هنا الدوتد والكريتيكال والستريت الاثنين انطبقوا على بعض، فبقت المنطقة رقم 2 هي عبارة عن خط، عبارة عن خط هو نفس الخط ده، ملهاش أي معنى. لكن السي 1 والسي 3 طالعين. طيب الاتش 2 والاتش 3، الاتش 2 نازل والاتش 3 طالع. طب فين ال H1؟ في الملا نهائي.
مفيش حاجة اسمها اتش واحد، لان انت عندك في حاجة اسمها واي جاي من الانفينيتي، فهو اوريدي لازم يكون نازل، يعني هو جاي من الانفينيتي هيطلع فيه، مفيش اتش واحد. طيب ونفس الكلام بالنسبة للادفرس، الادفرس ده ميل عكسي، عكس الحركة، ده ميل سيء جدا ومش عايزينه يبقى موجود في حياتنا العملية، هو بيتواجد لظروف سيئة بتحصل في 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 المجرى المائي، وربما يكون سببه مثلا بعض السيدمنتيشن، بعض الترسيبات اللي بتحصل فبتسبب هذا الميل، لكن هذا الميل ليس من الميول التصميمية اللي بيعملها المصمم. فبرضه هنا ما فيش A1، في A2 وفي A3، A2 وA3 ما فيش A1. طيب دلوقتي الأشكال دي احنا هنستخدمها في حل مسائل. هل انا كل مرة هقعد اثبت الميول دي واقدر واشوف ان الميل ده هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، والميل ده هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا هعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي الأشكال دي لازم هستخدمها في حل مسائل، فهل انا كل مرة هقعد اثبتها؟ مش معقولة، هي انت تثبتها مرة واحدة بس لنفسك عشان تفهم، لكن بعد كده انا عايز احفظها بطريقة معينة. عايز احفظها ليه؟ لانه انا فهمت طريقتها في الاثبات خلاص، ومحتاج ان انا استخدمها في حل مسائل، فعايز احفظها بشكل يساعدني ان انا احل بيها مسائل. بس لو في اي وقت انت تلخبط، you can prove that انه S1 ده طالع، يعني في اي وقت انت هتنسى ال S1 ده طالع ولا نازل، ارجع للإكويشن الاساسية وعوض بالفاليو بتاعة ال Y N على Y وال Y C على Y، هتقدر تعرف السلوب ده هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. دلوقتي احنا عايزين نحفظ بقى الاشكال دي، نحفظها ازاي؟ بنحفظ الاشكال دي بطريقة ظريفة جدا، ان انا مجرد بس ان انا ابقى عارف الام 1 بنظريه الميرور، كان هنا في مرايه، المرايه دي هنا بتخلي لك ان ام 1 والام 2 يعني عاملين مرايه مع بعض، فالام 1 والام 2 كان هنا في ميرور ما بينه، وهنا الميرور هنا كمان موجوده عند الكريتيك، يبقى ام 2 وام 3 الاثنين بيتقابلوا مع بعض في النقطة دي، وهنا M1 وM2 بيتقابلوا مع بعض في النقطة دي، يعني كأن هنا في تانجنت، كأن هنا في تانجنت، وكأن هنا هو التانجنت برضو ده موجود، وهنا بيبقى الاثنين بيربنديكولر على الكريت. هنا برضو نظرية الميرور موجودة، لو انت حافظ الـ S1 الـ S2 لازم تبقى عاملة ميرور معاه، والـ S2 مع الـ S3 الاثنين عاملين ميرور مع بعض. طيب السي، السي هنا هو نتيجة ان انا شلت الـ يعني الواي واحد، الواي كريتيكال والواي انطبقوا على بعض، فانا شلت الميرور هنا خلاص، بقى ميرور مش موجودة، يبقى الاثنين دول كأنهم بارالل لبعض، سي 1 وسي 3. نظرية الميرور موجودة هنا لانه موجود عندي الواي كريتيكال، فيبقى الـ M الـ H2 والـ H3 الاثنين عاملين ميرور، الـ A2 والـ A3 عاملين ميرور. بالطريقة دي يبقى أنا كده حفظت الأشكال دي عشان أقدر أستخدمها في حل مسائل، وفهمت الطريقة إزاي أستنتج السلوب بتاع سطح المية في أي نقطة من النقط. أسمع أي ملاحظات. حد عنده أي ملاحظات؟ يا شباب. في حد عنده أي استفسار؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى احنا كده هنتوقف كده في الحتة دي، لأنه الكلام ده دلوقتي لازم تحاولوا ان انتوا تراجعوه بعد المحاضرة دي، بحيث ان احنا ان شاء الله الساعة 4
هنبدأ نكمل على الستيب دي ونفهم ازاي نرسم سكتشز لأي بروبلم باستخدام الجرادوالي فاريد فلو اللي احنا طلعناها دي. احنا كل الكلام ده دلوقتي بقى له إثبات نظري عندنا وله طريقة نقدر ان احنا نعرف من خلالها شكل الاسلوب ده بيحصل فيه. فكده دلوقتي هنتوقف ونكمل ان شاء الله الساعة 4. عايز افكركم بحاجة مهمة جدا، الطلبة اللي عندهم اعذار في امتحان الميد ترم، يعني الطلبة اللي ما دخلوش امتحان الميد ترم وعندهم اعذار مقبولة، دول فقط اللي احنا هنعمل لهم امتحان اكسكيوز. امتحان الاعذار اللي هيتعمل هو امتحان للطلبة اللي ما دخلوش الميد ترم وعندهم ظروف استثنائية. اي حد دخل امتحان وعايز يحسن ممنوع حد يخش الامتحان بتاع الاكسكيوز ده الا للطلبة اللي هم ما حضروش وعندهم اعذار وقدموا الاعذار دي لشؤون الطلبة. وكيل الكلية قال انه الطلبة اللي هم ما حضروش امتحان الميد ترم وعندهم اعذار احنا هنطلع بيهم كشوفات ونبعتها للكنترول. فاحنا هيجي لنا كشف من الكنترول، هذا الكشف هيكون في اسماء الطلبة اللي هم ما حضروش الميد ترم وعندهم اعذار. ومع ذلك انا قلت برضو الطلبة اللي هم هيحضروا امتحان الميد ترم وعندهم اعذار يروحوا السكرتارية بتاعتنا بس مجرد ان هم يحطوا اسمائهم او يقدموا الطلبات بتاعتهم هناك في عند السكرتارية، لكن لازم يكون العذر ده اوريدي قبل من شؤون الطلبة عشان الكشوفات اللي هتتبعت لنا من وكيل الكلية. بس أرجو إن الكلام ده يبقى مفهوم للجميع عشان محدش يفهم إن امتحان الأعذار هو امتحان تحسين، هو ليس امتحان تحسين، هو امتحان للي هم ما عملوش الميد ترم لظروف. شكرا يا شباب، شكرا جزيلا.